إلهن عليكم الحب، عمركم ما تسمحوا في العشرة، العشرة الآن. العشرة حب، مودة، تواصل واحترام. برنامج العشرة حيتناول لحظات مؤثرة جمعت بين أشخاص واتقتها محطة وصارت من ألبوم الذكريات. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة. جمعهم اللقب واختلف في الاسم وطبيعة المحتوى المقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رحبوا معي بالأختين سارة ومايا رجيل. مرحبا بك. يسلمك مايا، على سلامتكم. الله يسلمك، نورتوا البلاتو. يسلمك، بنورك تعيشي. الله يسلمك. وشراكم تابع. الحمد لله. وانتي؟ الحمد لله. سارة ومايا، انا مرحبا. الله يسلمك. رايحين نشوفوا فقرة العشرة والحب بعد الفاصل. عودة مجددة أعزائي المشاهدين للبرنامج. حب الأخوة وش يعني لكم؟ يعني بزاف. دوك انا نفهمك. دوك نفهمك. بقول حنايا في دارنا تربينا غير الخاوه ما بيناتنا، دونك ما تربيوش معنا ولاد العموم ولاد الخوال، ولا تربينا غير حنا خاوه في خاوه. دونك ربانا بابا بلي زعما هذه يمانا الكبيره كي ما تكونش ماما بريزونت، بلي حنا كومسي ولادها. من نهار تزوجت تبدلت العقليه شويه، رمات لنا الماء. وليت انا المراه تاع الدار، وليت انا خوتهم الكبيره، خوتي صغار يسحقوا حاجه يجوا ليا. وقتاش طيبتي لا دونيير فوا؟ بون انا باش نتفاهموا من دوكا. قدام المراه تاع الدار طيبت. قدام خطيبي ما نعرفش نطيب، ما ندير والو، درت الشغل جو في ريان. مي دوك نفهمك، دوك تصبر نفهمكم. لا صابرين، ما تقلقش. هي كانت طيب، كانت بصح انا دوكا راني رافده دوت ريسبونسابيلتي. كما قلت لك عندي خاوتي صغار، نديهم يحوسوا، نشري لهم، ندللهم. هي نو، هي كانت جوغ شتي لي ما تشحال، دي فوا تكون حنينه، دي فوا تكون قاسيه. هي هكذاك، مره نبغيك مره نكرهك. خطرات حنا خطاتك انا جدلتي. انا واحده من الناس كانت تزرقني، كانت تقتلني بدرك قباح، وانا قباح سلامتي ندير طايس. كي تزيدي عليا صح على المنقدر ضربتي لي سوسو بيا. ما يا قلتي كلش. اي اي ريزومي دبت ان تي ريزومي. صراحه تضلي مدام، ما خليها تهضري انت. انا خلوني يقول كم ناس اللي تشوفينا. مساء الورد والنور عليكم. مرحبا بهذه الورده اللي راهي معانا ما شاء الله عليك. الو شوفي، احنا 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 اون بتيت فامي، تربينا بعاد على مالينا كامل في سكيكدا. الو ملي كنا صغار كنت انا اللي رفت لا ريسبونسابيلتي، تقدري تقولي شويه بكري على جوج دو 12 ans كنت نتهلا فيهم وندير لهم كل حاجه. وني درت هذا الطريح و مايا خليها تهدرتي هدرتي خليها تهدرتي مالو. قلت لك وربانا كان دايما يقولنا بابا باللي انتوما كي السنسله تنقص حبه واحده تخسر هذيك السنسله، ما توليش شابه، ما يولي عندها شارم، يولي عندها معنى. الوغ علمنا هذيك لاليونس بيناتنا، انا اللي قرا حاجه طلع باسا يقري لي موراه انسي دو سويت، شغل هذا يعلم هذا ما يخليش هذا يطيح. وانا كان دائما يقول لي ساره انت قدوه خاوتك، الفو با تغلطي، الفو با ديري نيمبورت كوا، الفو با تصاحبي نيمبورت بنادم باش هما يتعلموا عليك. فهمتي؟ تسمى لا ريسبونسابيلتي كانت شويه كبيره بزاف، والحمد لله. الحمد لله.
تتفاهموا بيناتكم ولا دائما تضربوا؟ على حسب ماني نشوف الطريقه كيفاش دخلتيها تتفهمي كلش. دوك قال لك ماما صار في الكرسي يضربوا، ما كيفاش احنا دوك نقول لك حاجه. دوك هي ماما هي مدبوده بزاف الماما، وانا مدبوده بزاف البابا، شوف وكاين حاجات اللي ماما تكوفريهم عليا وانا بابا يكوفر عليا كلش، باسكو انا نقبح بزاف وندير طوايش بزاف. مي السؤال كان اذا تفهموا مي ما تفهموش بزاف تفهموا في والو شويه كاين بزاف حاجات اللي انا نحبهم يا ما تحبهمش. انا خفيفه بزاف، هي ثقيله بزاف، انا كي نحب ندير حاجه نديرها دوك نو توت سويت، هي صبري شويه ومن بعد نشوف. انا حتى ندرس القضيه من جميع الجوانب وجميع الزوايا باش نونغاجي فيها. ما نقدرش نونغاجي في حاجه هكذاك، ما نصدمش انا براسي، نخمم في كل ايتاب نديرها في حياتي لازم نخمم. كاين حاجات سواء قرايه سواء اي حاجه، كاين حاجات لو كان ندوهم العقل تاعنا يخمم فيهم قبل ما نديرهمش، مي لو كان نصدمو نونغاجيو نقدروا ننجحوا. نونغاجي تونغاجي حاجه وتصدمي في حاجه ما على بالكش لي زانكونفينيون تاعها، وين راكي حتحطي رجليك تاني صعيبه. انا نقرا وين حط رجلي وشويه لبعيد وشوفي لا مليحه نونغاجي فيها. انا جنبي انا ليسكي صراحه حبيت نفهمك كي خلعتي مايا خليها تهدى راكي تهاجمي فيها. لا هاجمتها يا الببليك يا ما هاجمتهاش. واش عليه قولوا لي وشنو الحاجات اللي تضربوا عليهم بوكو بلوس كي كنا صغار اللي تعطيني دائما طريحه على جنب حوايجها. كانت قرا في لافا كانوا عندها بزاف حوايج، وانا كنت نقرا في السيام ماما تشري لي الحوايج على لاش تاعي، تقول لي تلبسي قدك. انا نو نحب نلبس حوايجها، نحب نلبس حوايج الكبار من كبيره يا فلافا. وانا في السيام ندخلهم بالسيف هكا ندخلهم. واش كنت ندير في لاشامبر؟ نلبس حوايجي العاديين اللي ما فاتشيهم لي ماما باش نقرا بهم، نحكم حوايجها نديرهم في ساكادو ونخرج في الساحه ولا في شمره ماما ولا في صالون نلبسهم ونخرج نجري تشوفني تجري ورايا برا. صراحة احكي لي على حسب ما يتهدى صارت لك حاجه. شوف احكي لهم دوك احكي لي شيميس انا شوي تري مانياك. حوايجي مستفين، خزانتي تشوفي جهتي مطويه بيان كوم يلفو، فراشي مخمل جهتها همجيه انا فوضى. نو دوك نفهمك، انا دوك نفهمك حاجه بوغ لو مومون ان دي دريسينغ يتعلقوا برك الحوايج ماشي من فات طوي، ومشي انا نديرها ماما باسكو ما عنديش وقت نكتبش عليك. ما تديرش شوفي قولي فنيان انا ما فيها والو، الانسان يكون فنيان ويتطور واش تجي الاعتراف. هي تخدم تخرج على 4 عندها الوقت حدا راه تخمل دير. انا ندخل انا نهضروا بكري، انا سؤالها بكري كنا صغار مازوزيه جو في ريان مازوزيه قبل ما يزدوا 4 مراك. لا انا مازوزيه لا اله الا الله. انا كنت المازوزيه في البنات قبل ما تزيد اختي اميره. صح جاوبيني على السؤال اللي طلعني خلاتني نضر. شوفي قلت لك ما نحبش لي يخرب لي في دوزه يعني جوسكا اوجوردي يعني كي تجي عندي لداري هذه كي تجي عندي تقول لي جبتي ديك الحاجه خربي ما عماليش انا ضد التخرب وضد النظمه. واحد النهار مالك تزيد عليها واحد النهار لبستي واحد الشوميزي كنت نحبها بزاف، كنت نحبها بزاف هذيك الشوميزي وكنت شاريتها يا ربي عندها واحد دو سيمان سلفيها لي ما تسلفيها لي قلتها كامل بصح دو سيمان الخزانه غادتني قلت لها نشيها لبستها الصباح قلت لها تنحيها ولا تنحيها. شوفي انا غير نحس بيها ما بقاش لافاك ندير الفراش هكا نشوف فيديو في شي لابسه لا نرد لخبطه. لا واحد النهار اش تخلي جينيروس انا تكون عندي هاد لاتوني عجبتك دوك روح نحيها وندير ما نديهاش هي صح ما نو هي هذيك الشميز كان جوغيا في الخزانه انا دشنتها ام يدعكو روحي احكمي بلاصتي هنا والله حسنت تهدر مايا حسنت ما كملتليش من فوق الحكايه احكي ساره عبري عن شعورك خليها تهدر مايا جو اسبير باش ما نلعبش. قلت لك هذاك الشيء مزيان تستاهل تنحيها ولا ما تنحيهاش؟ قالت لي غير هي ما تنحاش اليوم قطعتها قطعتها لي ها الحرب هاي تلمو لاكيغ تلمو ما نحبش تدلنا لي لدوزاني. هنا واش كنتو ديرو؟ كنا نديرو واحد لا فيديو كنا نضربو. عرفك البروبليم علاش ما نحبش واحد يدلنا لدوزاني؟ باسكو انا كي نجيب الحاجه تتحدد
تتعلق تطوى بالطبع وتتحط يلا لا تنحيها هذا هو السيستم لا تنحي الحاجة كور كور وتيري انتي ما حبيتيش تحكي لي الصح مايا احكي لي الحديثة بالضبط دوك نقول لك حاجة لو كان اختي عندها زعما انتوني شاتها في 2001 من 2001 2001 الخزان متبدهاش تموتي بديش هي لحمك مقبلة باش بديت هاد لافيس تقول لك ضربنا دوزة شوفي 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 انا باش نقول لك الحلال جدتي هكا جدتي عبك جدة عندها زيت زيتون عندنا الزيت في البلاش تديبا ماني ماني لكي تشوفي فينا نحبوك بزاف جدتي عندها قناطر تاع زيت زيتون ما نقدرش نفهمك شحال عندنا زيت زيتون في البلاد معروفين حنا بالزيت السكيده قولها جدة كاش لتر زيت والله شي حاجه ما تسعى في داري هاك البيادن هذه حقتك تقعد من ديمي الان عندها الحاجه ما عندك لا لا كاينتي في نو نو لا فين زيد صدقوا يتصدقوا يا سيدي يا سيدي انا خطبت جمله ما قدرتش نقول جمله ما والله ما قدرت نقول جمله كيف هذيك لافيز غلط كاسل فيها لي الاخت قالت لي ما تجيكش حسبتني سمينا اسف شوفي انا كل حاجه عندي نشريها نشريها باغاموغ ما نكذبش عليك لي فلاكون دو بارفان تاعي كي خلاصو نغارديهم باسكو شاك فلاكون عنده سوفونير معايا انا انسانه هكا بزاف سنتيمونتال انا لي سوفي انا هذه ما عندها حاجه ما تقيم حتى حاجه في الدنيا والو بارفان قيمو بنادم المهم افخصه وعلى ما حبيتوش تحكوا لنا الحكايه ما راكي راكي كل ميسيل انا هسه جايك تقول ماركي بلي جاي من مورايا خليها تحكي لي الحادثه اه بس ما ضربت واحد دو ماشي دو سمانيه دو ما تقول لك تما هي في الخزانه ما لبستهاش جديده على غير لبستها عمان قطعتها علي وخليتيها لبستها قطعتها فوقها هي ما عنديش بزاف يعني ملي رحت للدار عجبني واحد الماسك اون تيسو ديتو البارحه اللي شافته اون ستوري ديتي لي الماسك تاعي والله غنجي دا نتفاهم معاك قلت لها لا لي شبه له ماشي تاعك هكذا ولا تاعي الله نصور واحد العشاء انا في بليزير يا خمايا يعني اني نيماجيني الامبيونس اللي ديريها في الدار تقدري تقولي الحرب الامبيونس الامبيونس لا لا دير الحرب لا 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 قسما بالله غندير الامبيونس ساره ومايا في العادة البنات يميلوا لباباهم والولاد يميلوا ليماهم صح ساره لملت ميل انا والله هو ما في زوج توام روحي كما يقول لك حبيبه قلبي في زوج شوفي عيطي يا اختي السكتي توحشتي كيف غير ما عطيت لها كف فيزياء ما حكيت لك شعل كف فيزياء بابا يحبني انا بابا بابا يموت عليا مازال ما جيتش لي ديرها الميت تاع مقبل ميت ميت صحيتي ماما يحبني شوفي انا بابا وماما ساكريفاو بزاف على جالنا داروا كلش واش تقدري تيماجيني باش انا قاعدين معاك اليوم هنا الوغ كي بابا كي ماما في زوج نص من ونص من ما نفضل حتى واحد فيهم وكل واحد والكاركتر تاعو كل واحد واش علمنا في الدنيا كل واحد واش فهمنا بطريقته الخاصه بقدراته باللي قدر عليه انا نقولهم ميرسي بوكو ليكم في زوج وهذه هي الصحة ان شاء الله ويخليهم تاج فوق راسي صح سي با لا كيسيون لا سي لا كيسيون لا سي لا كيسيون خلاص مايا الوغ اليك الكلمه الوغ ما مير تحبها بزاف باسكو هي لو برومي بيبي تاعها ماما كانت جو الامنيه تاعها تجيب في وجابتها هي الاولانيه دونك هي الكبيره كامل فينا دونك ماما تموت عليها في عرسها ما نحكي لك شو دارت بالبكاء ماما الحومة كاع سمعت على بالها وكيفاش صالها هي غير تبكي عليها قعدت عام وهي تبكي وي ضربت شحال يد انا راني قاعده في امان الله لقاها تبكي ماما واش كاين قلت لها حي روحي ليها تسكو غير هنايا انا كي تبكي عليها خاطر انا حنينه عليها انا نفهمها لا حنينه عليها نعنقها تكون صغار كاع ضربتها ابغى هذه ضربتها شويه ماما ماما تضرب بسلامتها باغ كونتخ بابا باغ كونتخ بابا جامي جامي ضرب وحده فينا واحد فينا ان توكا حنا كامل جامي تضرب لا من لابارت تاع بابا انا باغ كونتخ بابا يحبني اكثر من كامل خاوتي حنا اوني 6 حنا اوني 6 3 في 3 غارسون مي بابا يموت عليا لا ديرنيير فوا خطبوني بابا زعما ماشي مشي النف ما يبان زعفان لا ميم شوز كي جاو خطبوني على بالك نو يا نبا
أغينا الوقت كان زعفان بزاف بابا نعيطون التليفون ومن بعد تيك خويا قال له بابا واش بيك ولا انت قلتي له ماشي انا واحد من خاوتي قال له بابا علاش هكا قال له عجبك الحال كي خطبوا معايا هو كلمه يدبر في الحابك انت ما فهمتيش قال له انت تجيك سهله بنتي اللي نحبها قال له انا ربيت وكبرت وقريت ورجعتها مرة يجي واحد يديها وقت من جري عندقته ما كنتيش انت طيبه في العشاء عندقته شبي قلت له بان حبك قلت له بصح شوف راني بنتك اليوم وغدوه وغدوه جوسكا لا ديرنيير مينوت بابا تصفيقة كبيرة عليك تصفيقة عليا ما يا كي خلعتني شكون لي صوصي فيكم شكون لي تبكي بالخف بايلة بكاية yeah. أو لا لا أو لا لا كشو هذي هاستا أشوف فيديو نبكي أو لا لا شتي هذك أنا وأخي هذك البكاية صغر حولك شوفي ما تصيبش لي كلي ما تصيبش تليفونها لا تبكي انا ماشي تليفون هادشي واحد اخر هذه تما لينا الحومه هاد المعينا الجيره لا فامي راجلها شوفي 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 عفسه زعما ولد برا زعما يبي بافي مشوار نبكي هادوك لي زيميسيون باسكو لي زيميسيون سوسيال ولا انا شوف نورمال باسكو شفت بزاف دغيا جوني عادي هذه انا نشوف فيلم نورمال نبكي زعما نقطعها فيلم نبكي باسكو نحس ما بليش نحس بالعباد نحس بهذاك لو كا تشوف قول لك راني في كيفاش فنان يغيضوني الناس قلتي لي نبكي حبيت نعرف الخرجه تاع داركم نهار تزوجتي شوف في الخرجه تاع الدار تمني بلي ما بكيتش في الخرجه كي جيت في الخرجه تاع الدار بابا علي بابا طلع في طرابين الكورتيج منا بابا دار بابا جو عليك بون بقاو على خير تلاقاو حصه الجاي ان شاء الله لازم لازم يجيبوا لي تيليكوموند صلاح دري كي تولي لا اله الا الله خليها تحكي ما صح كاين حاجه عند باب واحد مبكا كنا بانيكي في الباب تاع الصاله في الخرجه تاع الصاله درح على كي انا قلبي قاصح صعب بكيت شويه غاضتني قلبك قاصح قلبي قاصح شويه في هاد العفايس غير حدا راجلها وراي رايحه غير دوره تكون قريبه لينا بصح انا بالنسبه ليا ما نشوفكش قلبك قاصح باسكو هادو قال لك جوز من الواد البلبال وما جوز من الواد السكين شوفي اي حاجه كونتر مو تفرح شكرا لك نو كونتر ماشي تلفونات خفيفه شوفي انا لو جور ميم نهار عرسي ما بكيتش لو جوغ هذاك يجيو مخرجيني بكيت لافي كانت الحنه تاعي مع عماتي وكامل ومن بعد ماما غير حطوا لي الحنه في دي مارينا شريك البكات على الشهقه تقول واحد مات لواحد بهذيك لا فاصون اللي نهضر هذا بالحوار الفيزياء الحنه هذيك الغنيه تاع الحنه ما كاش اللي ما تبكيش ما ملي بحال تزوجت تبكي الفيزياء تهلا في روحك لا لا قادو قلت لكم بعد ديك غدوه من داك كي جاوا يخرجوني برنص هكا حابط وانا نسقسي على رجلي وراه جا ايه برا قبل هو يدخل قلت له هكا نجري باش نروح باسكو تزوجنا حكايه طويله من بعد ديك ما بكيتش لو جور كي لحقنا للصاله وخلاص العرس ولبست لا غو بلونش تما خلاص شغل رحت انا نسلم عليه تبقى جميل ننسى هذيك النقطه انا هكت مع شتدي با تي حي هذيك جامي ننساها تدني الدمعه والله شتدي بكيت بكينا عندنا ما بكينا هذه ما ننساها لك شكون كديري كش بيتي تفكريني فيها حتى راجلها بدي قلنا خلاص بكا خلاص قالت لك ماركي اني ماركي تفرحت فكريني اني سامحتك على اللي سرقتيه البارح سيسو شنو تقدم بس حي عليا نزال كاع عرفتي اللي سرقتيه على الباسك قولوا لي شكون اللي دخلت انت ولا مايا اللي دخلت لي ميديا سوسيو انا انت اللي دخلتي ساره هي لا هي دخلت انا انسبيريتها ماشي دخلتها دوك نقول لك باسكو انا كي بديت صح شكون اللي قال لك تدخلي انت اللي بديتي شكون اللي قال لك تدخلي دوك نفهمك لا قولي الحقيقه يا سيغ نقول الحقيقه تعرفيني نقول انا كي صح حقيقه حقيقه انا في الصيف تاع 2018 كنت مريضه شويه هذاك الصيف يا رحت انفاي انا بابا ما خلانيش نروح قال لي كي مريضه كي صغيره ما تروحيش وليت ندير دي فيديو بالفيلخ دي فيديو قلت له بالضحك تعرفيني بعثهم لهم هي ميتة بضحكت لي هادو علاش ما تبارطاجيهمش قالت لي بارطاجيهم حطيتهم فواحد لو كونت تاع فيسبوك هاكا نقصر بك لقيتهم غد من داك لحقوا 1 مليون دو فيو الناس كانوا تبارطاجي عجبوهم بصح يضحكوا سيتي غراس عليا اللي بديت في لي ريزو فهمتي دونك افيك لو طون قلت لها علاش انت ما ديريش في لا سبيسياليتي تاعك فوالا 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 اي با هي دخلت من هاد دخلتي لي ميديا سوسيو
انا اليوم كيشوفوا لي رياليزاتور هاد الايميسيون جاب لي ربي حتولي ممثله وبارعه ان شاء الله. يا خويا يا خويا حشتيني يا فيزياء ان شاء الله. قولي لي سارة واش صرا لي ما كي كانت بالحم المايا؟ شوفي تهضري بالكاس تاع الماء سي سي ريغلي فيزياء تفهمنا. جاوبي انتي جاوبي من نحكي الماء خلاص موت. ماما كي كانت في الساتيام دخل الويتيام موا دخل الويتيام موا هكذاك كانت دوش ضربتها تريسيتي ضربتها تريسيتي شغل كانت في لافين تاع شهرها قريب تزيد بيها ضربتها تريسيتي زادت سمانه موراها زيدت بيها زيدت قبل وقتها هادية دوك فهمت فهمتي الكهرباء زيدت فهمتي الكهرباء هادي من جا هادي على بالك تريسيتي راك سمانه من الفيزياء والله نحتم ما فلا ما استضرب مبغيت لا ما يما جا كانت كهربت انا خرجت من كهرباء هذا ما كان مي عندك ماما تشبه لها فوتوكوبي كراشي هي تاع ماما با تالما شغل ماما يقاد قدامك سي ما نو سي بعض الملامح يعني ماشي كل فوتوكوبي تاعها لا لا وراسك انا جي لونغ لو كان شبه لماما ياك مليحه فيزياء ماما بوتي لا لا تخبي الحمد لله يا ربي مازلنا معكم اعزائي المشاهدين نروحوا فقره ميزاجو نعاودوا نقولوا لكم أعزائي المشاهدين عودة للبرنامج والضيوف اللي شرفوني اليوم عودناكم في محطة ميزاجور نعرض عليكم أرقام من 1 إلى 9 اليوم في هذه السهرة احنا اخترنا رقم هو رقم 6 على حسب ما كنت تشوفوا الديكور عرفتوا وش هي المناسبة اليوم سارة تتقدم ديال الحنة لخطها لا 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 تتخميني يا سوسو تحبي تشوك ياحي هذاك مازال درت الحنة تاع ليفيونس اليوم الحنة الأولى مباشر عند فيزياء صافي في بليزير الله يسلمك زعما انا حشمان تحبيها هكا كومبلي ولا لا تاي لي دوار حي كومبلي سارة الحنة ما ديريهاش وحدها لازم تقدمي شو نول ما نعرفش كاع وي سوسو نحن عندنا وحده في لا فامي فيفي سي تو باس باغ لا سبيسياليتي تقدام تقدم ما شاء الله انا في عرسي هي قدمت في عرس كاع لا فامي تقدم كان شويه اليوم تقدمي لاختك سوسو قدمي لي فازي في الاخر ما تخلقيش نبدا هكا نبدا نخلط ونقدم واش نديرو في الحنه مزهر يلا قدمي خلطي وقدمي يا ربي بسم الله بون باش نقول لكم تريشي شويه لي حنتريشي شويه تقدامه كيفاش عاونيني فيزياء بسم الله بسم الله بسم الله وبسم الله يبدا البديع ما داك الصوت سمحوا لي وبسم الله يبدا البديع والصلاة على محمد خير الاسيا دي نورمال هكا ولبلو محمد محمد وصلوا يا لما عليه دفقتها بارتو وصلوا يا لما عليه هذا نبينا وحبيبنا ويفرح من صلى عليه هكا كملوا على جهيك شفيت بلي كملوها هكا بلا سوسو تكفي محاش حني لي شعري عم دي راح تحلي ليش وش مليت تحب تحلي ليه من بيان سور وما تفي يقولوا الحنا يا الحنينة والحنا في طبصيل بلار فخار لا لا فخار بلار فخار بو لا لا البلار وتربطها اختيتي مايا لا ولا ويا البنات بو ما زال ما كملتهاش تصبري توقف معليش لولاوي اون سي جامي نحب لولاوي تربطها اختيتي معايا والصلاة على النبي الوقت لولاوي تعيش لولاوي لا بالصحة ولا هنا عقوبة لكاع البنات ان شاء الله وكامل العزبات ان شاء الله ان شاء الله مع وليد الحلال اللي يستاهلهم
عقباليكم البنات ولولي على روحك تزوجي استعرف بك صحة ولا هنا البنات شوفوا حنا ولا ماكش حابة تديري شوية فراج لا لا سارة يعني وش حسيتيك كنتي تبطلها في الحنة شوفي والله غير مانيش قادره اني ماجيني بلي حام الدار سانسيغمو والله العلي العظيم مازالني نشوفها بيبي معبت بكوني ولا كيف مازالني نشوفها بيبي مازالني نشوفها صغيره مازال الحال توجور انا جامي درت شي بالي بلي حتى تخطب زعما هكا بيانتو ولا نقول بلي توجور مازالها صغيره تزيد شويه تزيد عام تزيد زوج تزيد ثلاثه مازال الحال اي با ايماجيني كون كي تروحي لداكم تصبي حتى واحد ناقري معاها نوضي ديري بابا عيط لسلمان صح صار على غالب البنات يجي نهار وياخذ ديالهم هذه هي عشرة الحال ما بكيتيش مازال ما بكيتيش طولتي صبري شوية طولتي بصح عقوبة كامل فيزياء بكات انتي ما بكيتيش يا عمري فيزياء بكات فيزياء بكات انتي ما بكيتيش لا لله وحنا صوت قلبك خاصة انتي جستي من هذه المرحلة احكي لي يعني التفاصيل تاع العرس ديالك شوفي انا تخطبت جيتي ايتوديانت كنت ما ديرنيير اني ليسونس ومن بعد تيك زدت 2 ans تاع الماستر وتزوجنا شوفي او ديبي كنت نقول ايه هو مازال باش يجي الوقت واني حابه نتزوج اكسترا اكسترا ومن بعد كي جا الوقت شغل بداو يقربوا ليا ما تيقربوا يقربوا يقربوا انا قلت لك دارنا كنت انا كبيره كنت انا كلش ان جوغ عبك نهار رحت لداري لا بروميير فوا ما رقدتش ما قدرتش نرقد هذيك السمانه كامل ما رقدتش كي رحت في 7 ايام يديروا الفطور تاع بنتهم كي تروح للدار كي رحت لدارنا باش رقدت خدت نرقد بالنوم ايماجين غير دخلت من الباب وقعدت نعنق في ماما ونقولها سمحي لي بابا والله ما قدرت نوقف والله ما قدرت نرقد في لاستي تعيشي وين راهي جدات لاسيست في دارنا ايماجين رقدت بالنوم حتى 7 ايام قدرت بالنوم في دارنا ما بديت كوالفت بديت ما نحبش نروح لدار الله شوفي سبحان الله باش تشوفي سنه الحياه كيفاش دايره مع الولد جيك صعيبه وكل حاجه ما تولفي دارك تولفي لا روتين تاع دارك انا في داري عندي الكالم عبيك واحد الكالم ما تقدريش تيماجينيه كي نروح لدارنا هذا يهضر هذا يهضر قرا مي ما راسي بابا ديني لداري ما قدرتش خلاص راسي فهمتي شغل توالفي سارتان روتين في حياتك سي بوغ سا توالفي مع الوقت كذب عليك مع ما يا حاجه واحده اخرى انا واش نفكر واش نتفكر ملي بريباراتيف تاع عرس ساره كي يهضر هكا تيشوف واحد شفتي نهار قلتي لي ما ديتينيش معاك نجلس دير غير صحاباتك واش كانت دير ضرب باسكت مقلعة علاش دي وحده في الزنقه طلع رايس لابسه باسكت ومقلعه تجري عارفه بلي هذه هي انا نمشي بزاف انا نمشي نمشي واحد النهار قالت البابا قالت له تدي معها غير صحاباتها انا ما داتنيش تاع غدوه واش دي روحك زعفت تجي معايا شوفي ديتها بزنقه طلع رايس الباب الواد البالكون درناهم كامل ما طلعت بها شامون عاود رجعتها الزنقه طلع رايس قلت لها والله غير عجبتني تاع شامون دابا انا اللي طلعت ندمت لا خاصني نعمل ونمشي لحقت للدار طاحت لها صره جابوا لها عجوزه رفدت اي بس كي جات حلفت قالت لي اختي سماح قالت لي روحي وهذه تمشي بليسونس كوز تخيخ تاكل تشرب غدوكا انا حتى نفري شغلي هذاك اللي خرجت على جرب باش ناكل ونشرب غدوكا كان نجهز مع بابا في لا فواطو ولا ما نمشيش ونرفد بيزافير نحطهم في طوموبيل نعاود نديبلاسي حتى الدوزيام كاري قدامو عبوت من نمشي ما نقدرش بابا نقول لك ربي يزين ساعتها ان شاء الله ان شاء الله ساعتها وكاع البنات نقول عقوبه كامل لوليات لهم يشوفوا فينا كامل لي جان فين نقول لهم عقوبه ليكم ومزيان السعد ان شاء الله لكل وحده ربي يهنيها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي مازلنا معكم اعزائي المشاهدين نروحوا فقره البوم ذكريات فاصل ونعود عودنا ولينا ليكم مشاهدينا الكرام مع محطة ألبوم ذكريات كل واحد فينا عنده ذكرياته مع الناس اللي نحبوهم اليوم رحنا تفقدنا ألبوم ذكريات سارة ومايا وشفنا صور وحبينا تعلقوا عليهم الصورة الأولى أوه
شوفوني كنت صغيره شحال كنت مينيونه خموس عليا. شكون هذه؟ انا كنت صغيره هذيك. يلا باي تخمنين. هضرتي على روحك والثانيه اختي؟ لا لا خموس عليا اختي صح كنت بروزيا. انا نشرح لكم ليه التصويره هذه. انا هذه مايا وهذاك خويا عز الدين. واللي شدته ماما. ليش شدته ماما؟ يا بالطربوش احمر يا بالطربوش. هذاك خويا عز الدين هذاك نوجه له تحيه ما كانش معنا برا البلاد. برا البلاد. وهذه انا هنايا كانت انيفرسير عرس في البلاد. هذه عرس في البلاد علام شطحوا هنا في لابيس. هذا عرس في البلاد واحد مع مامي سيغمون كنا تما. شوفوا مايا بصح كانت شبه كانت صغيره. صوره ثانيه. يا يما هذه اللي درتيها سبحان الله الباب. خلص عليا هذه غير ما حطيتها في انستغرام. قلت لهم شوفوني شحال كيوت. قالوا لي شوفي ساره شحال كانت كلاس وحطه شوفي شاي لابسه اسورتي. قلت لهم حطيت لكم صورتي ماشي باش تشوفوها دوك سوبر ام. قلت لهم كومونتي غير عليا انا. قالت لي كومونتير كاع عليها. قالوا لها وحده قالت لها واش قالت لك هذيك على شعرك؟ قالت لي مزيان شعرك قبل ما نموت. وحده ملي زابوني. ملي زابوني والله. هذه في العيد. صوره اخرى. ني سيسو هذه انيفرسير خويا عز الدين جو بونك سو اسمو في في النبوله. في النبوله شحال كنا رقاق صح. دائما يعني دائما نشوفكم في زوج باينين باللي كنتم متفاهمين. مازالنا متفاهمين فيزياء برك عندنا كاركتر تاع جامي زعما تعادينا ولا لا زعما حنا عمرك نضربوا زعما زوج دقائق ونهضروا زوج دقائق معاك. هو سوسو توحشتك شنو كيدير عشاء جاي نعشى عندك. انا عندك فهمتي شغل زعما نضربوا نقعدوا زعما زعما ما نتهضروش شحال ولا جوست سارة تفضلي. هي جامي ما قعدنا زعما بيريودا هكا ما تهضرناش غير نهار عطيتها كف فيزياء شهر ما هضرتش معاها باسكو عطيتها كف فوالا سينو ابارسا زعما هذوك الدواز تاع زوج دقائق هكا تاع روح عليا طير عليا واسيني هذاك تاع زوج دقائق من بعد نعاودوا نتهضروا. هنا صح صورة أخرى. كنا رقاق كنا صغار فهمتي هي كي كانت صغيرة كانت دقيقة كاع يا يما لي زونكلاز يا يما لي زونكلاز فيزياء انا شوفي انا كامل تصاوري بالحنة نموت على الحنة تعرفي شوفي راهي بالحنة وكامل لي فوتو نضحك ما عنديش انا من بكري الضحكة قيس الماء قيس الزيت ديجا ضحكت بزاف كي قال الفوتوغراف ضحكي درت لهم زيرت روحها مي انا باغ كونتخ لي فوتو كامل ميتة بالضحك نصرصر غير يقولوا لي ضحكي بلا ما يقولوا لي ديجا اللي كاين خموس عليا ستخو مينيان مازالني مازالني الله غير بسلامتك مازالني مينيونه يعني صح ماما صعبك في الكومونتير واش قالوا في التصويره لا 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 ماما لا لا نقول لك ماما كي تروحي للدار نقول لك ما تقوليش لا لا نقول لك نقول لها ولا ما نقولهاش قالوا لها قالوا لها قالوا وانا اعترف انا نستعرف بلي الحاجه صح قالوا لها كي كنتي صغيره كنتي شابه على ساره كي كبرتي ولا الكونتخيغ صح ولا لا 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 شويه حاره ساره انا ما نقول لك حاجه فيزياء انا اللي كنت كاع يصفقوا لي سبحان الله انا ما نلعبش فيزياء انا ما حضرنا ما نلعبش معاكم نتوما صافي لا لا قاعدين مازال كي بعد انا حبيت نفهم ماما علاش دارت لك لي زونكلاس سيتي على مود كانوا لا مود البنات شفا ولا لا لا البنات البنات لعبت انستغرام نهضر مع البنات نظام مايا هي الصبر هي الصبر ما تقلقي مازال تزيدي تهضري صح جادور لي شوفي خويا عز الدين شحال شباب لا لا ما شاء الله روجي الكبير الكبير ما حبش قالنا ما يوريش صورته ما حبش يتخبى يتخبى يحشم تيميد قولوا لي الحاجه المليحه اللي تحبوها في البوم الذكريات ماما كانت تشري دي زاباري جوتابل هذوك هكا كان عندها ان دون تاع لا فوتوغرافي كانت تحب تصور تحب لي فوتو وكانت شاك انيفرسير ملي نشفع على روحنا ديرها لنا جامي تراطي لنا حاجه ما نديرها لناش ولا سي بوغ سا عندنا شغل هاد لي فوتو كل تصويره عندها حكايه تيماجيني صورتنا وحنا ناكلو وحنا قاعدين وحنا حام بلونجي وحنا بلونجينا كاع لي ديتاي شغل كانت تقارديهم لنا وكانت تخرج لي فوتو وتقاردينا باش يقعدوا لنا كاع سوفونير وهكذا نقعدوا نفكروا باش نشوفوا ايتاب باغ ايتاب كيفاش كبرنا كيفاش كبرناهم الله يعطيها الصحة ماما يبارك.
باش تعرفي باللي لو سافوار فيفغ ماشي لازم تكون ملياردير ولا يكون عندك ولا بامكانيات بسيطه بزاف. عشنا الحمد لله عشنا لا جوا، عشنا حياه هايله، عشنا لونفونس تاعنا بالطول والعرض، حوسنا فياجينا، دارت لنا ماما لي زانيفيرسير، دارت لنا كل شاك ديتاي في حياتنا كانت تصور هنا وكنا نعيشوا اللحظه. ودوكا كنتشدوا هذوك لي فوتو نتفكروا لي مومون اللي عشناهم، هذاك الجوا اللي عشناه نحسوا به دوكا في كبرنا. دونك صافي بليزير. الحمد لله. الحمد لله. مع هذه الذكريات نروحوا فقرة التحدي ونعود نقولوا لكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. فقرة التحدي. في كل عدد عندنا تحدي. تحدي تاع اليوم هو خاص. الخياطة. الله ملال ما على باليش ولا تعرفوا تخيطوا. مايا عفوا. اليوم نشوفوا يعني عطينا لكم حاجه سهله، مشي حتخيطي لغلي ولا حتخيطي القفالي. اي تبني لغلي انايا. كل وحده تخيط القفالي ديالها ونشوف شكون اللي خيطتهم مليح. خيطونا قفله واحده باش ما نعيوكمش. هاي داك انا خايفه هذيك القفله ما تتنحاش. سوسو سوسو نو مي كيت با سوسو سوسو تان با با. انا في الحقيقه مولفان دي لا دوستي القفالي تخيطهم لي. انا في الحقيقه جي اون مارك دو فيتمون اختار خيط اكثر من 50. دوستي الله يذكرها بالخير ان شاء الله ونقولها نحبك الا كي تشوفي فيا ما اونوغ 50 عبايه خيط لهم اختار القفالي. كملت خلاص كملت سيفي لي. لا لا فينيسيون شابه يعني يا. ما عندي ما نقول تعرف تخيط مليحه. خبس عليا قولها مش تعرفي تديري حاجه. قد خفتك قد شطارتك. في زيا ما نكذبش عليك نعرف ندير كلش برك ما عنديش الوقت. لا لا روحو يشكر روحو. لا لا ستدي با كلش قولي لها كلش باغ اكزومبل واش باغ اكزومبل لا كل نعرف. اعطيني مثال واش تعرفي ديري كلش. فوالا بون او برانسيب تعرفي طيبي البركوكس ديري الطعام. لا 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 دوك تصوري طعام انت ديري بركوكس. ما باغ اللي درنا بركوكس الدار ماما تفتلو تفتلو نطع على طياب يا سي فاسيل. كيفاش يطيب؟ حي مايا سارة. نعم هذه قفلة. ايه صح نحب نخدمها يا شباب ما تنحاش. فهمتيش كي تنقول لك ما تطيرش. شزية ايماجين نديروها وطير والله طير راجلي في الخدمة وبعد كيفاه. شوفي جو تو جو غير ما حنلبسوها. كي تشوفي هدرتيها. حي قولي لي واش تعرفي ديري ابار الخياطة. بون كونسيرنون الخياطة قلت لك جاي من مارك دو فيتمون. أبارسان نعرف ندير كلش. نعرف ندير شغل نطيب قيسي ما نقولك شاف ولا شغل من طيب سيقوني. شوف حمد تعرف يمثل عندك نعرف ندير كلش عندك فيزياء نعرف ندير كلش. ياباك تغير مني سيقوني. شوف حمد لا لا ويش بدقة طيبها نهار مسوس نهار مالح انتي وزارك. على حساب القسط غيورة. معك شيف مايا اون بيرسون. واو عطينا غوسيت وحده تعرفي ترياليزيا ابار غراتي اللي معمر فرماج تجيبني بلبسي. قولي لي الاكله المفضله ديالك. انايا نحب تريده نحب المشوي نحب مشوي اكله الخاوه. نحب تريده نحب رشطه نحب شخشوخه نحب كلش نحب جوازات المراقي اللي بيتزا. سامحيني مايا بون خيطة القفلة لا فينيسيون مكان مكان. مايا يعطيك الصحة. يسلمك حبيبتي. ربحتي اختك. رضا تفضل خويا.
هي البودرة اختها في حياتك تربحني والله عارف ليزا اختي والله غير ما يا سارة قاوة نلعب مخصصة أنا اللعب عمري أجتني معلومة مايا سمعت نهار عرس سارة لبستي البرنوس حي مشغل لبست البرنوس تصدرت الفوتوغراف كي جات داخلة بدت كاميري فيها قلت لي العروسة جوزي مرحبا بي قلت لها لا مش العروسة أختي جاية قلت لها الناي المال عليا قلت لي أدي البرنوس تاعك والزرب راح تخبي ما نشوفكش بس لي كيما لبست هي نو ما لبستش عمل لا درت بزيادة عليا الحمد لله نو انا ما درتش غوب دي صغيرة دارت داك نفهمك درت ديت اون سامبل وشنو باش ما نخرجش بلا انا ما نحبش الملايات دي سواري روج كبيره سي سي تري سامبل ما نحبش هذوك الملايات نوار الوغ جدت كريت برنوس خرجت به قلت فين وما سبتي غير البرنوس انا نحب البرنوس باسكو هي احنا عندنا في الشرق في سكي داك يكونوا مخرجين العروسه كامل يخرجوا برنوس مام فاميلتها كامل يلبسوا برنوس معاها اوليو عبايات فهمتي عندنا عاده سيده انا وحده ما جاتنيش بزاف كي لبساته باسكو ماشي غير انا كانوا زوج وحده اخرى فوالا شغل شحال من وحده من لا فامي يلبسوا برك هما لي زاجيرو يجيهم بيزا احنا عندنا نورمال اه باسكو نورمال العروسه برك لا حبيتي ايه مانيش مخلوفه قريب عرسها فيزياء وتحضري ان شاء الله تشوفيني بالبرنوس نعرضك فيزياء انت تم واحد برنوس كان سبحان ان شاء الله ان شاء الله بيزي ساعتكم ان شاء الله قولي لي مايا دار صمتة بلا سارة كي راحت سارة وي وي حسيتي لها احساس احساس حتى واخيرا قالت كلمة الحق يا ناس سبقوا عليها اوفا هتخلص لي ميسيون شوفوا قالك اختك اختك ولا غير راك صاحبك صح شفين نتضربوا نتسارقوا وحدة تدي الاخرى حاجتها هي تنقعدوا ونقعد لي تقيسها تقيسني لي تبكيها تبكيني لي تضرها تضرني راح تشوفي كي نقول لك ضربت دو ولا تخوا ما نرقدش في الليل نخاف نرقد وحدي نخاف دي فوا نبكي دي فوا ضيق لي ضيق خاطري دي فوا ما نلقاش شكون لبس لي حوايجها دي فوا ما نلقاش شكون ضارب معاها دي فوا نحب نتوحش نضربو ما ندوش عليها ما ولا نكسر حاجه وقل. ما مش ماشي انا وهي نتوحش هاد العفاي بلوس زعما هي راجلها بزاف ناس ملاح دونك كنت نروح عندهم سوفا ميم كانت عروسه جدك نضل عندهم يعني نورمال ديجا دوكا لو كان ما نروحش عندها منين داك ما نحش روحي اليز نعيط لها نقول لها سوسو هنا راكي تقولي لي في الخدمه نقول لها علاش تخرجي قول لها غير تخرجي سيبيني عند الباب نستنى فيك عند الدار نروح لعندها دونك اختي هي كانت الاساس تاع واحد الحاجه نهار جات عندي للدار واحد الخطا هي جات عندي من الدار واحد الخطا ديما عندك هذيك الدوسيه انا اختك جات عندي للدار هذاك النهار رحت لعند وانا معاها الو تعيشي الله يسترك الله يسترك اختي غلقي العيون دوك تجي الماء صار القيضه وجات الماء ايفيكتيفمون وما غلقتش العين وصرات لي لونداس لا بيسين عامله انا داخله للدار داخله صارت لي دفو معاها هي سبا خطره نحكي لهم انا دزيان هذه خطات جايه من الخدمه ونقول يخا يا ترى شكون خلات العين مفتوح وهي انا دخلت للدار نسوخ قلت لها خليتي العين محلوله لا بروميير فوا سيتي شويه باسكو انا ما كنتش حاضره لا دوزيام فوا هي البيغ كنا راقدين في امان الله حتى تصبح انا اللي قادره كعبر لا انا جالوسي دقدق لنا كي جات دقدق نسمع دقدق راني ندير هكا تفقت شوفي لوسي دقدق لنا انا كانت ما نجيش يا مريضه قلت ان شاء الله خير دقدق لنا رميت رجلي في الارض مركت الما كان يسير انا كنت راقده غير سمعت دقدق في الباب درت هكا لقيت عفسه الماء حقلي له انا السياق انا نجبد الدنيا كانت شمخت لي انا السياق نجبد يوم ديف ستوري ديف ستوري قلت شوفوا 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 اختي فض عليها الماء شوفوا شوفوا كي نقول لك الماء الماء يعني الباب كانت مغلوقه الماء حقلنا لهنا نورمال ماشي طاقه بايل ما خير الخير الماء فيك بايا حبيت نتعلك يعني كي خلعتني تلموك كي خلعتني حبيت نعرف كيفاش يتعامل معاك الخطيب ديالك يعرفك هكذا دايره خويا واش نقول لك ربي مرحبا بك عندنا بون وربي معك حسنت سير دوكا ويشوف فيك وين ما تشوف وفاميلتو كامل يشوفوا باينه طاطا هو يعرفني دو ماناتور ديجا عرفني كيما راني انا جو بريفير
اي طفله تدخل في ريلاسيون ولا اي طفله تعرف راجل لازم يتقبلها كيما راهي، ماشي توري له ايماج ونهار يتزوج بها يلقى ايماج واحده اخرى. دائما نقول لصحاباتي وفاميلتي والناس اللي نعرفهم سواي ناتشورال سواي توامام، اذا حبك انت كيما نقول لك حنا لي زاجيرك يحبني حمي قنونتي حيتي يحبك يحبك بعيوبك بقباحتك بشطارتك بلاجونتياس تاعك بلا ميجونتياس تاعك بكل ما فيك. احنا كامل الناس فينا سلبيات وفينا ايجابيات، وانا هذه النقطه هو ما يشوفهاش سلبيه باسكو هو كان بزاف كان بزاف انسان كالم. دونك هاد لينيرجي اللي عندي لينيرجي بوزيتيف تاعي دونك تدخل دير له لا جوا في حياته ما حاش تكون نيجاتيف معاه. دونك حنا برسك اون اني وانا نعرفو جامي كان عنده بروبليم معايا اون فيت الحمد لله جامي ضربنا ولا جامي ديرونجيت ولا جامي لقى عندي انا ان بام تشوفينيش هكا نقصر كاع انا انسانه خدامه انسانه تري سيريوس في خدمتي في حياتي ما عندي كوتي تاع قصره تاع مهول تاع موفمون مي اوتر كوتي تشوفيني في البيرو ولا تشوفيني تشوفي اون اوتر بيرسون. هو عرف شافني في الخدمه شافني في مافي بيرسونيل شافني في الدار شافني حاجه وحده اخرى كامل وين تحطيني تصيبيني فوالا هذه كامله مكموله. الله يبارك على بنتنا خموس تاع خموس عليا خموس خلاص انا حبي نعرفوا لي ديفو مازال ما صبناهمش يعني لا انا صبتيهم انا ما نسمح وانا انا ما صبناش لي ديفو لا لا قال لك حشك روحو سي نورمال الحمد لله فوالا هذه هي. وسارة انتيا كيفاش تعملي مع الزوج ديالك ولا الزوج ديالك كيفاش يتعامل معك؟ حنا في زوج كال هاي تعرفنا اه لا لا كان عندهم ذكر حياتي ندير نتفليكس قلت مايا قلت سارة مت شوفي انا شوفي عندي 4 ans de mariage هاك ديك نسيبي شكون هذا؟ هذا نسيبي عجل سارة الله يبارك الله يسلمك. قلت لك عندنا 4 ans de mariage جامي كان عندنا زعما مشكل في الدار ضربنا ولا ما كاش الحمد لله انا شوفي في تري كالم ما نجوجيه ما نكسر له راسه ما نقول له علاش جبت علاش ما جبتش وين راكي لا شو ما نقول له منين جيب لي دير لي شوفا اكزيجونت كي نعرف باللي انا نعرف قدراته وشحال هو واش قادر يدير واش ما قادرش يدير. انا جامي ما زدت عليه الحمد لله ونقولوا توجور خليها ربي كيرزقك ان شاء الله نديروا ديك الحاجه ربي كيرزقك ان شاء الله نديروا ديك الحاجه في الدار هكا يا رانا نقصروا عندنا كي دي خاطرنا كامل انا وياها رانا شاعلين الموسيقى نشطحوا ولا نقصروا ولا نبوكيني وكيف كيف ولا نديروا كاش ما حاجه نفواياجي وكيف كيف نديروا كلش بخاس كيف كيف كل حاجه نديروها كيف كيف. احكي لنا صار على هذه الصوره التصويره كيف جايه ما حفش يبان قلت له هيا دور 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 قال لي مازال الوقت باش ندور الا غادي نستنى كي يدور. لا لا ماشي انا اللي حبيت هو خدمته ما خلاتوش يدور اه داك فوالا خدمته وعلى جالها ما يحبش يدور الوغ بالك بيانتو ان شاء الله بالك بيانتو ان شاء الله نشوفوه ان شاء الله ان شاء الله نجو دوزيام سيزون جنوية ان شاء الله مرحبا مرحبا بك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باين يعني الحب في عينيك يا سارة. انا هو كلش بالنسبه لي ما نكذبش عليك هو اخويا هو بابا هو كل حاجه في حياتي باسكو هو كان سندي في كلش وجوسكا اوجوردي مازالو نقول له تحيه كبيره ليه تعيشوا اكو تشوفوها يتعبر يعني بحب صح باسكو خرج من الصميم ايه باسكو هو وقف معايا في كلش وانا صبرت معاه على كلش وقلت له بلي كل تأخيرة وفيها خيرة كل حاجة ربي يكتبها إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله ربي يكتب لي يكون لو بابا دو ميز انفون فيتور في فيتور إن شاء الله إن شاء الله كل اليوم إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله حياة سعيدة إن شاء الله ومايا إن شاء الله ومايا إن شاء الله ربي يزين سعدك إن شاء الله نطلب منك حاجة اقعدي هكذا ما تتبدليش اه شوي توجور ميم يقولوا لي ديفا البنات كيفاش عندك 1 مليون دابوني سوغ انستغرام مزال هكا كي نتلاقى مع لي زابوني ناس ما نعرفهمش برا مايا قولها زولي خا نعلقها تقول لي ماما تعرفي قولها نو شو نابوني ما عرفهاش يقولوا لي كيفاش باسكو انايا انا شيماء موا ميم اوف اسمي الاسم تولي ماما وبابا سي شيماء انا شيماء نقعد شيماء جو شونج جامي 1 مليون 20 مليون انا اسم ماشي رقمي فوالا هذا ما كان نروحوا نشوفوا صورة أخرى. تصويرة تصويرة خرجت تسقم روحها في التصوير. شكون اللي تحكي لي على هذه الصورة؟ هذه غير ما عندهاش. هذه تصويرة غير ما عندهاش بزاف. جوست قبل كورونا. في العيد.
نون درنا شوتينغ انا وياك ناسيه مينا فيديو درنا فيديو بقالت في رمضان وي بقالت في رمضان صراحة كنا عن المحتوى اللي تقدميه شوفي انا كنت ناويه نفتح شان يوتيوب قبل ما نحل انستغرام ومن بعد هيك شوفي ربي سبحانه كيكتب لك الحاجه ودرت كونكور في واحد الخدمه يتعطيك باش نخدم فيها هذيك السمانه اللي كنت حنفتح فيها ماشين يوتيوب عيطوا لي في هذيك الخدمه اللي تعطيك ومن بعد تجيك تعرفي توجور حنا نحوسوا على لا زون دو كونفور كيما يقولوا اللي نرتاحوا فيها فيها لاسيغونس فيها كل حاجه قال لي ديري هذيك بصح انا لا بروميير سيمين كي رحت لهذيك الخدمه نهار دوزيام تروزيام كاتريام قلت له انا والله متى هذيك الخدمه ما نكذبش عليك قلت له احلامي ابعد من هذيك الخدمه بزاف قال لي واش راكي حابه قلت له راني حابه نكمل في هذاك البروجي تاع يوتيوب ولا قلت له نسي في انستغرام سي سا فونكسيون بيان نحل شان يوتيوب نهار خممت نحل انستغرام شوفي انا حبيت نوجهه ل 48 ولايه لكاع النساء تاع الولايات هاد الزريات اللي شبهوا لي ونشبه لهم هاد الزريات اللي ما راهمش صايبين واحد يقولها ديري وفازي وعندك وديري كونفيونس في روحك وعندك لي كاباسيتي برك ما تعرفيهم شوين راهم باسكو كاين ابار سازا احنا عندنا 47 ولايه البنات هذوك بزاف نحسهم بلي مهمشات بزاف ما يعرفوش قدراتهم نستحق واحد كيما يقول لك يحط النقاط على الحروف انا نعاونها باش تحط النقاط على الحروف تاع حياتها باش تبدا حياتها توجور نقول لهم ما تستناش واحد ما دار بروجي بمليار كامل الحاجات يبداو صغار ويكبروا انا نسي نونكوراجيها قد ما نقدر باش تبدا صغيره ان شاء الله وتكبر وتروح بعيد ونبارطاجي معها لينيرجي بوزيتيف لي ناقصه انا نقول لهم مادابيا كي تفتحي الانستغرام تاعي ما تشوفينيش نشتكي لك على الدرسه تشوفيني نعطيك الحل تاع الدرسه الحل تاع كل حاجه انت بالك لونفيرونمون تاعك ما عطاها لهاش وباش نقولها باللي كهضره الناس ولا هادو اللي يديروا تنمر ولا 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 هذه مجرد هضره ووجهه نظرهم هما ماشي واش انتي راكي نقولها لازم تتصالحي مع هاد الحاجات وتحبيهم انتي باسكو الا انتي ما تصالحتيش معاهم وما حبيتيهمش كيفاش تستناي الناس يحبوهم وبولي لو كان هذاك بنادم يقول لك كلمه وجرحاتك اعرفي بلي انتي لداخل راهي وجعاتك لازم انتي تبراي منها قبل وتحبيها باش تقدري تستمري في الحياه وهدرتهم تولي مجرد هدره برك تصفيقه يعطيك الصحه صافي كلمه يعطيك الصحه قلتي كلش تعيشي ما عندي ما نزيد والله العظيم ما عندي ما نزيد الله يبارك عليكم وربي يكمل لكم ان شاء الله العشره المحلاها كي تدوم مايا وساره كل واحد عنده امنيات احنا اليوم حبينا تكتبوا لنا امنياتكم ونعلقوها في شباك الامنيات ريدا تفضل شكرا كل واحدة تكتب أمنيتها تكتبي وحدك ولا نكتب لك كتبتك ماشي شاب مايا هي اللي تعلق الأمنية هاي خلاص نكتب تاعي وتاك نكتب تاعي هنا وتاك من لو سارة تكتب ومايا تعلق باش وحدة ما يغيض على الحال لا ميم شوز ندير غير هكا سارة اللي تكتب انت ما تكتبيش هاي وقبل ما تروحوا عندنا صورة تذكارية لازم نديروها معك فيزياء يخا لا ديروها جيلونا الله يسلمك كتبتي نفس الشيء ان شاء الله تكون مقبولة ان شاء الله ان شاء الله ما يتعلقها كلمة أخيرة سارة شوفي نتمنى تروح الكورونا وتولي الحياة كما كانت إن شاء الله هكذا وأي واحد في قلبه أمنية ولا حلم إن شاء الله يتحقق له إن شاء الله أمين يتحقق هكا نشمره ونسعه ما نقولوش الحال بعيد ما نقولوش بليك ما نقدرش وما عنديش لي موايا وما عنديش معرفة خلونا قالك ربي سبحانه عقلها وتوكل خلونا نعقلوها ونتوكلوا ونتاخذوا بالاسباب باش ننجحوا ان شاء الله كل واحد ينجح في الدومين اللي راهو حابه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله امين على جميع ان شاء الله ان شاء الله ساره
فضلوا هدايا وقولي لي الأمنية الأخيرة ديالك. لا دوري أنا الأمنية الأخيرة تاعي إن شاء الله يفتحوا لنا لي دوري الكاميرا. الأمنية الأخيرة ديالي إن شاء الله يفتحوا لنا لي زيغوبوغ نروحوا نحوسوا وسيغتو يفتحوا لنا لي صال ديفات باش ندير عرسي. همها غير لي زيغوبوغ ولي صال ديفات باش ندير عرسي هذا ما كان ربي يهنينا إن شاء الله وربي يحقق لكل واحد واش كاين في قلبه إن شاء الله. آمين. وليدي تفضل باش ينتقد الصورة تذكارية. هاي روحي أنقيني. قبل ما ننهي الحصة عندكم كادو من عند ميزون دو بوتي سكري دي زونج. يعطيك الصحة. فوالا صحة. أعزائي المشاهدين نتلاقاو الأسبوع المقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.